بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه الحقيقة لفتت انتباهي فأحببت أن أشارككم هذه المعجزة اللطيفة في القرآن العظيم. كلنا نعلم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين. كلمة المرسلين، انتبهوا معي أيها الأحبة، أنا أستخدم الآن برنامج إحصاء القرآن. كلمة المرسلين تكررت 24 مرة في القرآن. فلو ذهبنا لآخر آية وهي وسلام على المرسلين وسيدهم حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، حبيبنا محمد، وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية كيف رتبها الله في القرآن؟ دققوا معي رجاء أيها الأحبة. أنا أعلم أن هناك من لا يقتنع بالإعجاز الرقمي ومن يرى أن هذه الأرقام عشوائية، ولكن دقق معي هذه الحقيقة فقط إذا سمحت. الآن انظر معي أخي الحبيب، هذه الآية هنا وسلام على المرسلين، دعني أكبر لك فقط لكي يعني تكون الصورة واضحة. الآية رقمها 3969 حسب ترتيب الآيات في المصحف. يعني لو بدأنا بسورة الفاتحة، الآية رقم 1 2 3، آخر آية في سورة الفاتحة 7، ثم ألف لام ميم في سورة البقرة 8، ذلك الكتاب لا ريب فيه 9، وهكذا عددنا آيات القرآن تسلسليا. من يعني نجد أن هذه الآية والسلام على المرسلين وضعها الله في القرآن تحت رقم 3969. يعني هذا هو تسلسلها من بين 6236 آية. يعني لدينا في القرآن 6236 آية. هذه الآية وضعت بهذا الموضع الدقيق 3969. ما هو سر هذا الرقم؟ الحقيقة أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام هناك رقم مميز له، وهو عدد السنوات التي عاشها، كما في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 63 سنة. إذن عندما توفي النبي عمره 63 سنة، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بعمره، ولكن أنا أريدك أن ترى هذه الحقيقة اللطيفة. انظر معي أخي الحبيب، هنا سأرجع، احفظ هذا الرقم رجاء، 3969. 3969. دعني أستخدم الآلة الحاسبة ونحسب هذا الرقم طبعا معا. انظر أخي الحبيب، سأضع هذا العدد 3969. هذا العدد ماذا يساوي؟ سأقسمه على العدد 63 عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قسمته على 63، انظر ماذا أعطاني، 63. يعني بمعنى آخر، لو ضربنا 63 ضرب 63 يعطينا رقم هذه الآية وسلام على المرسلين. انظر إلى الدقة أخي الحبيب، كيف أن الله وضع هذه الآية في هذا الموضع بالضبط، بحيث أنها تحقق هذا الرقم العجيب. يعني 63 مضروبا في 63 عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو آخر المرسلين وهو سيد المرسلين، والآية التي ختم الله بها آيات المرسلين وهي 24 ختمها بهذه الآية وسلام على المرسلين، ووضعها في القرآن في تسلسل آيات القرآن تحت الرقم 3969. يعني 63 ضرب 63، هذا رقم دقيق جدا. الآن حقيقة هناك مفاجأة ثانية أخي الحبيب،
بين كل هذه الآيات هناك آية واحدة فقط أقسم الله بها أو أقسم فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام من المرسلين في سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. لماذا وضع الله سبحانه وتعالى هذه الآية الفريدة من نوعها في القرآن، لا يوجد غيرها في القرآن، التي أقسم الله، والله غني عن القسم، لا يحتاج أن يقسم لنا ونحن الضعفاء، أن يقسم لنا أن حبيبه صلى الله عليه وسلم من المرسلين. دعوني أذهب إلى سورة ياسين أيها الأحبة، من هنا اختيار السور كما نرى أمامنا. هذه سورة ياسين رقمها طبعا في القرآن 36، وهو معكوس الرقم 63 على فكرة. هذه هي سورة ياسين كما نرى أمامنا هنا أيها الأحبة، هذه هي سورة ياسين. طبعا أنا هنا البرنامج يكتب لي، أستطيع أن أكتب السورة كاملة مع البسملة. طبعا في القرآن العظيم أيها الأحبة البسملة لا تعد آية، ولكنها جزء من السورة، لأنه لا يجوز أن تحذفها من القرآن، ولا يجوز أن تطبع مصحف من دون بسملات، لأنها جزء من السورة. فنحن نعد حروفها هنا، لأنني سأعد حروف محددة، وهي حروف إنك لمن المرسلين. انظر معي أخي الحبيب، أنا عندما أضغط هنا على حرف الألف مثلا أجد أنه تكرر 482 مرة في سورة ياسين نحن نتحدث. أنا سأبحث الآن، هي عملية معقدة نوعا ما، ولكن إذا فهمتها تراها بسيطة. حروف إنك لمن المرسلين كم مرة ذكرت في سورة ياسين التي وردت فيها هذه الآية التي أقسم الله أنه من المرسلين؟ ياسين والقرآن الحكيم، يقسم بالقرآن إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إذن هذه الآية مميزة في القرآن، يقسم الله أن حبيبه عليه الصلاة والسلام هو من المرسلين، لذلك وضعها في سورة ياسين الآية رقم 3، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذه هي الآية. إذن أحبتي في الله، عندما نبحث عن حرف الألف نجد أنه ذكر 482 مرة. حرف النون كم مرة ذكر؟ 302 حرف النون، وهو ظاهر هنا كما نرى 302. طيب حرف الكاف، الكاف ذكر 77 مرة في سورة ياسين مع البسملة. طبعا طبعا هنا البرنامج يقوم بكتابة الحرف ويجمع هذا الحرف. دعوني أكبر لكم فقط لكي يعني هنا كما نرى أمامنا أيها الأحبة. طيب إنك لمن، اللام تكررت 330 مرة، الميم تكررت 312 مرة، والمجموع هنا يظهر. انظر، أنا سأكتب إنك لمن ماذا؟ المرسلين. طبعا أنا سأختصر هنا فقط، أظهر الرقم النهائي. انظر معي إلى هذا الرقم أخي الحبيب، انظر كم يساوي، إنك لمن المرسلين 7. أنا طبعا بحثت عن ماذا؟ بحثت عن حروف إنك لمن المرسلين في سورة ياسين، يعني عددنا الألف كم مرة، النون كم مرة، الكاف إنك وجمعناهم، ثم عددنا اللام والميم والنون لمن كم مرة، اللام في سورة ياسين كلها مع البسملة كم مرة، الميم كم مرة، النون، ثم جمعنا الألف المرسلين، ألف لام ميم راء سين لام ياء نون، كل حرف كم مرة تكرر نجمعه لنرى رقم لنرى نفس الرقم 3969 الذي هو يساوي
سبعة في تسعة بثلاثة وستين، وسبعة في تسعة بثلاثة وستين هو يساوي 63 مضروبا في 63. يعني انظر قمة الإعجاز، يعني نحن عندما نقول إعجاز فعلا يعني لا يستطيع إنسان أن يؤلف سورة أو نص أو قصة مثلا، ثم إذا جمعت حروف محددة تكون هي عمر هذا الشخص مضروبا في نفسه، يعني 63 مضروب في 63. والعدد 63 منتشر في القرآن بشكل كبير في الحديث عن وفاة النبي وموت النبي واسم النبي أحمد، مئات مئات المعجزات التي تقوم على العدد 63. أنا هنا فقط أيها الأحبة أود أن يعني أطرح هذا السؤال، إذا كانت هذه مصادفة، طيب أنا أعتبرها مصادفة جميلة، إذا كنت ستقول القرآن عشوائي ليس فيه نظام محكم فهذا يعني انتقاص من قدر الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره أنزله بعلمه. يعني سبحان الله، عندما بحثنا عن حروف عبارة إنك لمن المرسلين حرفا حرفا وجمعناها في سورة ياسين كان العدد 63 مضروب ب 63، عمر النبي مضروب بنفسه. وعندما ذهبنا للآية التي وردت فيها كلمة المرسلين، ذهبنا لآخر آية هنا التي تقول وسلام على المرسلين، انظر معي أخي الحبيب هذه الآية هنا، وسلام على المرسلين، آخر مرة ذكرت فيها كلمة المرسلين آخر مرة في القرآن، انظر معي أين وضعها الله، 3969، نفس الرقم 63 ضرب 63. أنا فقط أحببت أن أوصل لكم هذه الحقيقة، من شاء فليعتقد أنها مصادفة، ولكن القرآن مليء مليء جدا بهذه الأرقام وهذه التناسقات، ومن أحب أن يعتبرها من لطائف القرآن لا بأس، من أحب أن يعتبرها من إعجاز القرآن ويستحيل الإتيان بمثلها خصوصا بخاصة في سورة ياسين، يعني أن تجمع حروف محددة في السورة كلها، سورة طويلة، يعطيك مجموع هذه الحروف، وأن تجمع حروف آية، عفوا آية محددة، الآية التي يقسم بها الله عز وجل أن محمدا من المرسلين، فيأتي عدد حروف تكرار حروف هذه الآية في سورة ياسين مساويا لعمر النبي 63 مضروبا في العدد 63، يعني أنا بالنسبة لي أعتبر هذا إعجازا، وبخاصة أنه يوجد الآلاف كما قلنا من هذه المعجزات. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.